اسم عبد الله عزام صالح، مسفر القحطاني. نعم. لا أول مرة أنت جنسيتك سعودية؟ أنا جنسي سعودي. نعم. وين بالسعودية؟ سكن العائلة منطقة الجنوبية يعني. وين الجنوبية؟ ظهران الجنوب. ظهران الجنوب. وسافرت بالرياض، طرت بالطيارة ونزلت في بغداد؟ لا. سوريا. نعم؟ سوريا. رحت من الرياض إلى سوريا. سوريا، من سوريا طبيت العراق. بعدين أخذنا العراقي وكمل إجراءاتنا إلى أن وصلنا، إلى أن طبينا من الجهة الغربية العراق يعني. وين؟ القائم ولا القائم؟ القائم. ولا الوليد؟ لا من القائم. القائم. كل القنوات بكل أنواع كلها على العراق. نعم. فصار توجه العراق، شنو اللي بالعراق؟ بدأت أبحث أكثر يعني. فدخلت المنتديات. مثل شنو؟ منتديات مكتوب منتديات المجاهدون. كان مكتوب منتديات المجاهدون. نعم. التقيت بالشخص هذا قدرا يعني بالجامع. نعم. يعني حكم إن إحنا نقعد بالجامع وهاي التقينا به أكثر من مرة، التقيت به سوالف. نعم. قلت لك كان كل الحديث المجتمع كله عن حرب العراق. أي جامع؟ مجامع الراجحي. وين صار هذا؟ بالرياض. بالرياض. يعني من كلام الكلام قال أنا أقدر يعني، أقدر أسوي طريق يعني، وأنا هم نفس التفكير. والله إذا سويت طريق وقدرت يعني لازم نسوي في شيء. بالضبط هو اللي سهل الأمر يعني. محلات الصاغة يعني استكسار توجيهنا أكو. من قبل من؟ من قبل قيادة بغداد يعني، أوالي بغداد. لابد مثلا توفير مجمع المال يعني. مناف الراوي يعني؟ مناف الراوي. مناف الراوي. نعم. نعم. فصارت الاختيار على هاي الأهداف. بس منو اللي أفتى؟ بأفتى بهاي الفتوى؟ هاي موجودة بكتب أهل العلم يعني. ستجد حكم الكافر في أرض الحرب حكم القتل يعني. بناء على هذه الفتوى هجمتوا على نعم. محلات الصاغة الصابئة باعتبارهم كفرة. نعم. مو شكل؟ نعم. شنو سويتوا؟ سالف لي بس بالتفصيل. العملية صار بها يعني قتل الصاغة وأخذ الذهب يعني. من انسحاب يعني هاي من سوريا. سوريا درعا محج، قرية محج. أول شيء أنا طالب جامعة في جامعة دمشق. والآن أنت موجود وين؟ موجود في بغداد. نعم. طيب يعني سافرت من مطار سوريا ونزلت مطار بغداد؟ لا، دخلت وتسلل. من على أي طريق؟ من حدود. أي حدود؟ حدود العراقية السورية. وين؟ بالضبط ما أعرف، بس قريب من الحسكة يعني. قريب الحسكة. شو اللي خلاك تتسلل يعني؟ ليش تتسلل؟ كنت جاي أجاهد في العراق. مين اللي قال لك وين جاهد؟ محاضرات على الإنترنت. محاضرات. محاضرات. مين اللي قال لي حاضر؟ محاضرات عائد القرني. عائد القرني. سعودي. الشيخ عائد القرني. بعد. سلمى العودة. الشيخ سلمان العود. نعم. نعم. الشيخ عبد الله عزام. الشيخ عبد الله عزام. معروف. شو المحتوى؟ محتوى المحاضرات؟ دعوة الجهاد يعني والعالم. اي وين رحت؟ شو تسوي رايح بغداد؟ انتظار يعني تتهيأ الامور. اللي هي شنو؟ العملية. شنو هي الامور؟ سواء كان السيارة ولا ملغمة، سواء كان مثلا حزام، سواء كانت اي شيء. انت ما عندك مشكله سواء كانت سياره او حزام، انت تنفذ. نعم. هاي العمليه الانتحاريه. نعم. كنت مستعد. نعم. طيب شو جاوب لك بعدين؟ جابك سياره ولا الحزام ولا لا؟ وصلنا على مدينه بغداد. نعم. بس فتنا على المدينه نزلت سيطره للجيش. واعتقلنا. اسمي محمد عبد الله حسن ناصر الشمري، من المملكه العربيه السعوديه. نعم. من محافظة الأحساء. أنا توجهت إلى البحرين من طريق البر طبعاً. البحرين. نعم. من ثم توجهت لسوريا عن طريق طيران الخليج. عن طريق الطيران. وصلت للشام. نعم. مطار دمشق. سعودي ما تحتاج فيزا، يختم لك دخولية داخل المطار وتدخل. وين رحت؟ خاطرت على شخص مع أبو الوليد شامي سوري. نعم. التقيت به. من لك تليفونه يا محمد؟ عن طريق شخص بالسعودية قبل ما يخرج إلى العراق. نعم. أنطاني الرقم. قال لك تروح للشام
هذا تليفون أبو الوليد. أبو الوليد تتوجه إليه تشوفه يعني. هذا شخص في السعودية شنو هو؟ لا هذا طبعا الشخص هذا أنا ما فهمت أنه خرج إلى العراق كذلك. يهيئهم أنهم يتوجهون إلى دير الزور. أها. ومن دير الزور نلتقي مع شخص يهيئني يودينا إلى أبو كمال. لا. من أبو كمال. تدخل العراق. تشيلي شلون دخلت للعراق؟ هو طبعا قبل ما ندخل إلى العراق صارت يعني جلسات تدريبية وكذا. على شنو؟ على السلاح وغيره. أي نوع من السلاح؟ خفيف. مسدس وكلاشنكا. إيه. ما بعد حلب هي. ما بعد حلب؟ إيه نعم. أكو مرينا أيضا باللاذقية. مريت باللاذقية. إيه. مرينا باللاذقية. معسكر ولا؟ معسكر خفيف صغير يعني مو كبير. إيه. صار به تدريبات وكذا. كان من ضمنهم أبو البقعقاع. كلمة معسكر وسوريا بلد مخابراتي. صحيح. شلون يعني بس شوي وضح لنا شلون موافقين عليه عنده إجازة يدربكم؟ والله هو المعروف أنه ضابط بالمخابرات السورية. أنا قلت لك شاركت بهذا الرتب الأمريكي. نعم. كذلك شاركة مركز المقبادية. لا. شهر رمضان. شنو قلت تسوي؟ كذلك هذا مركز المقبادية بشهر رمضان. لا. صار به أسير. لا. نسميه أسير. إيه؟ اللي هو عراقي. عراقي. شنو يشتغل هذا العراقي اللي مسكته؟ لا كان. لا. كان هجمنا على مركز كان لا. فيه أسير. ها أسير لكم؟ تابع لنا. نعم. تابع لكم وأنتم منو؟ تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة. نعم. توفي داخل السجن. نعم. صار الهجوم على المركز. كذلك أكو عمليات أخرى. نعم. أنا شاركت بش اسمه يعني يسموها قتل مباشر. نعم. شاركت بثنتين. العملية الأولى. نعم. كانت في شهر رمضان. لا. بس هذه قديمة جدا يعني. لا. شو سويت بها؟ كان عن طريق قتل عن طريق الذبح. ذبح. بالسكين. مين اللي أقنعك يعني أقصد أعطاك شو نسميه المسوغ الشرعي الفقهي حتى لأن القضية يعني. كبيرة جدا. يعني أقصد أنت الآن تتحدث عن دماء. لازم في واحد مفتي مثلا افتى لك مين هو؟ والله هي بالنسبه بالسعوديه يعني يعني كثير من الـ يعني الـ الـ العلماء او غيرهم مشايخ المشايخ افتوا بالجهاد في العراق ضد الامريكان. في واحد تاثرت به انت اكثر من غيره مثلا ولا كلهم متساويين؟ لا كلهم نوعا ما متساويين لكن اكو شخصيه كانت معروفه كانت شو اسمه تحبذ يعني الجهاد في من هي كانت معروفه يعني معروفه دكتور سفر الحوالي. دكتور سفر الحوالي. سفر الحوالي. اسمي عباس نجم عبد الله محمد الجواري. هذا اسمك الحقيقي؟ هذا اسمي الحقيقي. لا. ولادتي بالفلوجه. لا. مواليد 84. احكي لنا عن عيلتك بالامان. علاقة بمن؟ بوالي بغداد. علاقة امير ويا جندي. يعني هو امير هو والي؟ نعم. وانا امير عسكري. شو تسوي يعني من تقول هو والي وانا عسكري؟ نعم. شو تسوي؟ يقول لك باوامر بعمليات هو تلفك. الاوامر كلها استلمها من؟ من عنده؟ من الوالي. كل هاي العمليات هو كلفك بيها؟ طبعا عن طريق الامارة. عن طريق الامارة. اي. يعني الامارة هي اللي تحدد الاهداف وهي اللي ترتب اليوم موعد الغزوه. نعم. وتنطي امر المناف. زين ومناف ينطيني امر وانت تنفذ. انا اسق العمل واشرف عليه واتابعه وتنفذ. نعم. الى النهايه. نعم. وتصوره طبعا. طيب بعضها يتصور بعضها ما غير صور. عمليه الخارجيه والماليه شنو هي العمليات الاخرى اللي كلفك بها والي بغداد؟ العمليات اللي صارت هي وزاره الخارجيه والماليه والعدل والمحافظه. مجلس محافظة. مجلس محافظة. نعم. والمالية البديل موقع البديل الثاني. نعم. ومحكمة الزوراء.
اليوم الزوراء محكمة 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 جنائية والأدلة الجنائية مجلس القضاء بالوزير المجلس القضاء مجلس القضاء معهد القضائي نعم ثم من بعدها صارت عملية السفارات وبعد هذا اللي صار فنادق أي فنادق خمس فنادق بان واحد الفندق أشتار والحمراء والجادرية بابل نعم فلسطين ثلاثة اسمه شيراتون هو الأشتار وفلسطين شيراتون واحد بان الثاني أنس أحمد العيسى مواليد 1974 سوري الجنسية أعيش في حلب شنو رتبتك؟ ملازم وأنت أمام؟ مخابرات سوري بالبداية طلب مني أن أتدرب يعني وين؟ في النادقية فوافقت أنا وذهبت إلى النادقية تدربت تقريبا سنة على التفجير والقتال يعني تجسس عمليات الخطف والاختيار نعم سيدي وبعد السنة أنهيت التدريب ذهبت مع فادي العبد الله جيت إلى العراق عبد الله حنكلانة جد عمرك 1966 مواليد 66 عبد الله حنكلانة احنا حنكلانة ما عندنا بالإسلام انت منين سيدي انا كنت نصراني أسلمت نعم. انا كنت نصراني نعم طيب عبد الله حنكلانة انت عراقي نعم عراقي من اي محافظة محافظة الوسط ما هي العمليات التي تم تنفيذها تفجير وخطف وقتل تفجير وخطف وقتل نعم عبد الله شيد ذبحت بيدك كم واحد سيدي بس مع هذا المجامع ذبحت 30 ذبحت 30 آدم الدوم عمر مواليد 1964 الجنسية جنسية سوداني سوداني من أي مكان بالسودان من منطقة الفاشر الفاشر من جندك لهذا العمل لا أعرفه يعني اسمه بالكامل لكن أعرفه إنه أبو بكر أبو بكر نعم هذا اللي يسمى قائد جيش الفتح نعم زين قبل يعني قبل شد هذا التقى بيك وين التقى بيك قبل سنة الحدود السورية العراقية أخذنا من هناك إلى منطقة اللاذقية في معسكرات اللاذقية حيث تم تجنيدنا في معسكر التوحيد التحرير كان مهمتي أن أرمي بالرصاص 10 من الجنود ربح ولا رمي بالرصاص؟ رميا بالرصاص نعم كم ذبحت من العراقيين؟ هذا ما أكثر من 10 نفرات 10 نفرات ذبحت؟ إيه هذول منين ذولا ذبحوا؟ والله جيز كلهم عراقيين وشرطة شرطة؟ إيه كم سيارة فجرت؟ 3 سيارات 3 سيارات تعرف أسماء الأشخاص اللي ذبحتهم؟ لا ما أعرف يجيب نجاس مفعول نضبحهم وبها منطقة؟ ولا بسلام مناطق مفرغة نأخذهم غير مكان ونضبحهم يعني توقع أنت كم علاقة قاتل بالتفجير وبالذبح؟ تقريبا 20 20 عراقي؟ محمد سمير محمد رمضان محمد سمير محمد رمضان أنت من أي بلد؟ من القاهرة سيدي من مصر مصر يعني هاي مصر هم الدنيا زين جد مواليدك؟ 1960 شنو الأعمال الإرهابية اللي قمت بيها؟ والله سيدي قتلنا 6 من الحرس الوطني في فندق أور شلون قتلتوهم؟ جابوهم ساعدوهم علينا بالفندق وذبحناهم محمد محمد ايش؟ محمد بن حسن رابح محمد بن حسن رابح 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 من وين هبطتك؟ تونس من وين؟ تونس من تونس من أي بلد تونس؟ جنوب قبس ولاية قبس جنوب قبس ولاية قبس طلعت عن طريق سوريا عن طريق سوريا اي هذا محمد اسمك الحقيقي ولا محمد عارف. لا اسمي الحقيقي اسمك الحقيقي وشو هي الاوراق اللي دخلت بها عن طريق سوريا؟ ما دخلت جواز سفر؟ اي ولا هوية ولا اي هويتي يعني هوية اي مش جواز سفر يعني نعم يعني ما غير جواز سفر أخذ جواز سفر آه. دخلت فيزا يعني للعراق ولا لا دخلت لا عبر الحدود دخلت مثلا أنا شنو جيبني جيبني أنا مثلا نتفرج غادي مثلا في الجزيرة في العربية عدوا الناس في المغرب ناس يعذبوا فيها ناس عراية نساء
فتأثرت. وهذا شنو جيبه الإنسان؟ نعم. محمد عبد الهادي محمد. محمد عبد الهادي محمد. من وين يا محمد؟ من ليبيا من غزة. طلعت من القاهرة يعني طائرة سورية لسوريا. نعم. رحت إلى اسكندرية. إيه كنت في اسكندرية قعدت يومين كبعدين خذيت التأشيرة السورية. نعم. تذكرة. من اسكندرية وبعدين هي طلعت القاهرة من القاهرة للسورية. احنا جابتنا لي شنو الإعلام يعني إعلام من صور بغريب أي إعلام يعني وين شفت الإعلام هذا؟ في القنوات الجزيرة العربية. وليد محمد الهادي بن فرحات المصمودي. وليد بن محمد الهادي بن وليد محمد المصمودي. المصمودي من وين يا وليد؟ من تونس من ولاية أرينا. جبت العلماء في التلفاز وفي الجزيرة يعلنوا على الجهاد في العراق فبديت تدخل إلى تجي للعراق الجهاد. أي مين هم العلماء اللي استمعت إلى الدعوة؟ ما خرجوا مرة قائمة خرجوا فيها 40 عالم من معناتها من العالم العربي والإسلامي قروا معناتها قائمة 40 عالم؟ أي من وين يعني؟ من مختلف الدول الإسلامية. وين شفت هذا؟ في الجزيرة. في الجزيرة.